عندي الطافيلات خدامات عندي وبغيت نمرق الزكاه، وما معايا ما خصتهم الحمد لله حتى شي حاجه، واش نعطيهم الزكاه او لا؟ جاوبوني جزاكم الله بالخير والاحسان. يوسف عندها خادمات واش وقال لكم معيشين معاها يعني واكلين شاربين معاها، واش يمكن لها تعطيهم الزكاه؟ تعطيهم الزكاه لان الخادمات طبعا غادي تبقى تعطيهم الاجره ديالهم، هما واكلين شاربين واخذين الاجره ديالهم، ولكن قد تكون الحاجات اكبر من تلك الاجره. كانت كتعطيهم واحد المبلغ مثلا، ولكن هما حتى هما عندهم وليداتهم، حتى هما عندهم الحاجات ديالهم، ربما يكونوا كارهين، ربما يكونوا في حاجه الى الادوات المدرسيه، يعني قد تكون الحاجات اكبر من الاجره. كانت كتعطيهم مثلا 1000 درهم، نعرف على سبيل المثال 1000 درهم يعني شهريا يعني، ولا 500 درهم ولا 800 درهم، وهما في حاجه الى 1500 ولا 2000 درهم شهريا في السير ديالهم، يعني تعطيهم الزكاه. فلا يمنع هذا باش نقولوا الكلام عام، لا يمنع ان الانسان يستخدم اجراء الخدام وكيعطيهم الاجره ديالهم، ولكن بان لي بان هذيك الاجره ما كافياش، هم في حاجه اكثر. كيعطي مثلا 1000 درهم ولا 1500 ولا 2000 درهم، وذاك الشيء بالنسبه للذريه تبارك الله اللي عنده والاسره اللي عنده، يعني لا شيء، ما لا باس انك تعطيهم الزكاه. ما تقولش هذوك نخدمهم وكنعطيهم الاجره، لا يستحقون الزكاه. انا سمعت استاذ فهمت فحال عايشين معاها يعني ربما مزوجات ولا شي حاجه مثلا جالسين معاها في الدار كياكلوا ويشربوا معاها، ما عندهمش ياكلوا ويشربوا في هذه الحاله واش كذلك؟ الا عندهم الحاجه زايده على الحاجات اللي في الدار، اكيد كاين حاجه ديال الانسان تنتهي ديال الطبيب وديال اللباس ديالهم الى ذلك، تعطيهم الزكاه. تعطيهم الزكاه الا كانوا مكفيين، ما عندهمش الحاجه تعطي الزكاه لمن هو احوج. دائما الزكاه والصدقه ايضا الانسان يتحرى بها احوج في احوج. إذا كان هذو مبرعين معها وملين فيهم بحال إلا هما بناتها، وكاين شي وحدين أخرين حتى واحد لا يلتفت، انظر إلى من لا يلتفت إليه الناس، سبق هذوك إلا شريط الخير، شوف هذو حتى هما. نعم نعم. واش هذا نقيسوها الأحواج في الأحواج؟ نقيسوها أستاذ على مثلا شي واحد كيكون عنده واحد المعمل يكون صغير. نعم. العمال تياخذوا مثلا كاين 2000 درهم، داك الشيء اللي قلت 3000 درهم، وهو كيخرج الزكاه في نهايه السنه. نعم. واش انا قلت، انا عطيت هذا المثال استاذ، انا قلت واحد ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم، يعني عنده اسره وعنده كرا، واش هذا حتى هو يعني ملك المعمل؟ احنا ما غاديش نكبر شويه، لا باش باش 3000 درهم 4000 درهم راه طلعتي شويه فهمتي، 3000 درهم 4000 درهم غادي يكون درهم، كان 1500 درهم غادي يكون مستور، غادي يكون مستور. من هناك من هو احوج منه ما كيدخل عنده عليه حتى 10000 ما كيشتغلش، كاين محتاج لي. خلي الكسول، خلي اللي قال لهم سيدنا عمر من انتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال كذبتم، المتوكلون على الله هم الذين يحرثون ويزرعون ويتوكلون على الله، بمعنى الانسان كيشتغل كيدمر وكيبذل مجهود، ولكن اللي قسم الله هو هذاك، هذا نعطيه الزكاه ونشجعه مازال. ولكن واحد كسول وعنده الصحه ديالو ونعطيه الزكاه؟ لا ما نعطيهش، واخا يكون فقير معدول، واخا يكون فقير لان عنده الصحه. راس المال الصحيح للانسان هو صحته وعافيته، خصو يتحرك. ولكن واحد ما عندوش المال وما عنده الصحه هذا اولى. واحد الانسان مثلا عنده العائله راه خدام ولكن المردود ديالو ما كافيش، هذا نعطيه الزكاه، لان ها هو خدام كيسهر بالليل والنهار، كيضل بالليل والنهار، ولكن كيصور كما قلنا 1000 درهم 1500 حتى 2000 درهم، وكرا وعنده الوليدات وعنده الحاجات متعدده، نعطيه الزكاه فهمتي. اذا هنا الحاجه نشوف احوج في الاحوج، واحد ما كيدخل عليه والو هو الاول، واحد كيدخل عليه شويه يلي في الدرجه، واحد كيدخل عليه اكثر منه يلعب في الدرجه، وهكذا. اذا دائما نبقى نقلب على ذاك اللي الاكثر الاكثر استحقاقا الاكثر حاجه. ذاك الشيء علاش القران الكريم كيقول او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. يوم ذي مسغبة يعني الانسان جاع ما عندوش. نعم. مسكينا ذا مقربة يعني من الاقارب ديالو، او مسكينا ذا متربة، او مسكينا ذا متربة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، بمعنى الحاجة. او كما قال الله عز وجل في الآية أخرى، يعني الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما يقدرش يسول، ما عندوش، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولهذا لابد أن تبحث عن أحواج فأحواج. نعم أستاذ، بارك الله فيك.